الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها قبيلا. لتهذيب الأخلاق والسير والسلوك، الخطوة الأولى التي ذكرها علماء الأخلاق هي المشاركة، بمعنى اشتراط على النفس وتذكيرها وتنبيهها. أفضل الأوقات للمشاركة يقولون بعد صلاة الفجر، والتنور بأنوار هذه العبادة الإلهية الكبيرة، فيذكر نفسه ويوصيها بأن تتحرك في طريق الخير والصلاح. فإذا انقضى العمر فلن يفيد الندم ولا يمكن الاستدراك. ويقولون لازم أن يجعل نصب عينيه هذه السورة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الإنسان جنس الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوم الحسرة، يقولون كل الناس الصالحين والطالحين كلهم في الحسرة، حسرة الصالحين، حسرتهم أنه لئلا يعني وصلوا إلى أعلى الدرجات، ليش اقتنعوا بالحد الأدنى، ممكن يصرف عمرهم ويصلون إلى مقامات عالية سامية أعلى. وحسرة الباقين معروف معلوم، العالم في حسرة، الجاهل في حسرة، المؤمن في حسرة، الكافر في حسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يحدث نفسه كأنه يقول هذه الكلمات. تصوري أن العمر قد انقضى، زالت الحجب وتجلت الحقائق المرة وبرزت معالم العذاب، فحينئذ تشعرين بحالة الندم على ما عملت وتقولين رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا في
فيما تركت. على فرض انك لم تسمعي جواب يا نفس، كلا، بدلا عن كلا اعادوك الى الدنيا، تفضل رب ارجعوا لي بعد صلاة الصبح، كأنه يقول الهاتف الإلهي تفضل ارجعي ارجعي إلى الدنيا. ثم يوصي نفسه بجوارحه السبعة، العين والأذن واللسان واليد والرجل والبطن والفرج، هذه الجوارح في خدمتك اليوم، فلا تقمحيها في المعاصي، فإن لجهنم سبعة أبواب، لكل باب جماعة خاصة من الناس يدخلون جهنم منها، فعليك بالسيطرة الدقيق على الجوارح لئلا تنحرف عن الطريق القويم. يوصي نفسه بالمراقبة لجوارحه، للاستعانة بها في طريق الطاعة، فهي نعم كبيرة يحاسب عليها الإنسان غدا، هذه الجوارح. وهكذا نجد في أدعية الإمام السجاد زين العابدين الإمام العارفين سلام الله عليه تأكيدا لمسألة المشارطة، هذا المشارطة صباحا بعد صلاة الفجر، في دعاء رقم 31 المعروف بدعاء التوبة، يقول الإمام: ولك يا رب شرطي، شرط مشارطة، ألا أعود في مكروهك، وضماني ألا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. هذا هو معنى المشارطة. كذا الحال في آيات القرآنية، يعني هذه المسألة المشارطة مو مسألة يعني من علماء علم الأخلاق كأنه هم يعني مبدئ لهذا الأمر، لا، في القرآن في الروايات في الأدعية موجودة. أصحاب رسول الله كانوا من خلال ارتباطهم مع الله بنهب من العهد والميثاق يطبقون نوعا من المشارطة على أنفسهم في خط الرسالة والمسؤولية. مثلا في سورة أحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نهبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. كان بعض آخر ينقضون العهد مع الله، مع الله سبحانه وتعالى، كما تقول في آية أخرى من نفس السورة: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وورد في حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من لم يتعاهد النقص من نفسه، هذا التعاهد، من لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى، ومن كان في نقص فالموت خير له. إذا كان كل يوم في نقص، كل يوم في نقص، إذا اليوم يموت أفضل له من أن قد يموت، لأنه إلى القد سيكون أنقص ناقص، كل يوم في نقص، فالموت خير له. فالمشارطة هي الخطى المهمة لتهذيب الأخلاق، بحيث لولاه لتراكمت صحب الغفلة والغرور على قلب الإنسان.
هذا الخطبة الأولى. الخطبة الثانية مشارتها كأنه سهل بعد صلاة الصبح وزيارة الإمام الحجة إن شاء الله تعالى كل يوم يبدأ يومه بهذا المشارطة. أما المهم الخطبة الثانية المراقبة، مشارطة لحظة دقيقين، نفس دقيقة واحدة نصف دقيقة، يتكلم يتعهد يشارط على نفسه، ولكن المراقبة من الصباح إلى المساء. المراقبة من مادة الرقبة، بمعنى الإنسان يحني رقبته عند مراقبة الأشياء والأوضاع، إذا يقول المراقبة أطلقت على كل أمر يحتاج إلى المواظبة والتحقيق. هذا مرحلة تالية لمرحلة المشارطة، يعني يتوجب على الإنسان بعد معاهدته ومشارطته لنفسه بالطاعة للأوامر الإلهية والاجتناب عن الذنوب، عليه المراقبة والمواظبة على طهارة المعنوية، لأن النفس في أدنى غفلة ستنقض كل العهود والمواثيق. وقبل مراقبتنا لازم نعرف أن الآخرين يراقبوننا من الملائكة، المراقبات تراقب أعمال الإنسان. وإن عليكم في سورة الانفطار، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا أنت لا تراقب نفسك الملك هو يراقب نفسك. في سورة قاف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المراقبة موجود لا يزال. فوق هذا، إن الله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط، محيط بكل شيء. إن الله كان عليكم رقيبا، مراقبة موجود. وكان الله على كل شيء رقيبا في سورة العلق. في سورة العلق، ألم يعلم بأن الله يرى، هذا إذا مراقب. في سورة السبأ، وربك على كل شيء حفيظ. في سورة التوبة، قل اعملوا، واحد من الأساتذة في قوم يقول كل يوم نحن لما نشوف سيدنا الأستاذ مرحوم آيت الله علامة طبطبائي صاحب التفسير، نقول له سيدنا ممكن أن عذني بموعظة. أنا السيد يقول هذه الآية فيه كل الموعظة، قل اعملوا، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا مراقب، مراقبة من الله، مراقبة من الملك رقيب عتيد، مراقبة من رسول الله، فسيرى الله عملكم ورسوله، ومراقبة من الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، كما في تفسير الآية أن مراد من المؤمنين الأئمة عليهم الصلاة والسلام. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا واحد يؤمن بهذه الآية أن عمله في مرأة من الله، في مرأة من الرسول، في مرأة من الإمام، إمام الحجة، إمام زمانه، في هذه الدنيا في الحقيقة، هذا تعبير
هذا الشيخ صاحب المراقبة الميرزا علي الحائري يقول: إن الإنسان في هذه الدنيا حاله حال الذي يمتلك جوهرة ثمينة، عنده جوهرة ثمينة من حوالي سراق وقطاع الطريق يخاف عليها من السرقة أو يخاف من البيع بثمن بخس، إن غفل للحظة فسيضيعها وتذهب نفسه عليها حسرات. يعني السائر بالي الإنسان المهذب لنفسه، الإنسان الذي يراقب نفسه يعيش في هذه الحالة، فإن الشياطين من الجن والإنس مترصدون لحواليه، يعني يريدون من الجن والإنس أجمعين من الجنة والناس، يوسوس في صدور الناس، موسوسين موجود. فإذا لم يراقب نفسه وأعماله فلا يأمن معها من أن تسرق جوهرة الإيمان والتقوى. هذا جوهرة ثمينة عند الإنسان، هذا جوهرة الإيمان، هذا أغلى جوهرة ثمينة في العالم. وفي آيات والروايات إشارات كثيرة، مثلا في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر، هذه الجملة تبين لنا في الحقيقة مفهوم مراقبة النفس على مستوى السلوك والعمل. في تفسير الإحسان في هذه الآية: أن الله يأمر بالعدل والإحسان، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يعني إذا إنسان يصل بهذا الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يرى، هذا كمراقبة دائمية موجود عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ينبغي أن يكون الرجل مهيمنا على نفسه مراقبا قلبه. هذا مراقبة موجود في الآيات وفي الروايات، مراقبا قلبه حافظا لسانه. هذا مراقبة من الصباح إلى المساء. عن الإمام الصادق عليه السلام: من رعى قلبه عن الغفلة ونفسه عن الشهوة وعقله عن الجهل فقد دخل في ديوان المتنبهين. ثم: من رعى عمله عن الهوى ودينه عن البدعة وماله عن الحرام فهو من جملة الصالحين. هذا مراقبة. عن أمير المؤمنين في خطبة 83 في نهج البلاغة، خطبة الغراء: فاتقوا الله عباد الله تقية ذي لب شغل التفكر قلبه وراغب، إلى أن قال الإمام عليه السلام: وراقب في يومه غده. المراقبة يحتاج. فهذه الخطبة يعني بعد المشارطة لازم على الذاهبين لمسير السير والسلوك إلى الله. الخطبة الثالثة بعد المراقبة، أول مشارطة ثم المراقبة، كثير مهم، بعد المراقبة المحاسبة.
ذكرها العلماء والسالكون في هذا المجال هي محاسبة للنفس في كل يوم أو كل شهر أو كل سنة، محاسبة. فلينظر الإنسان ما قدم من أعمال حسنة أو ارتكب من أعمال قبيحة، فيحاسب نفسه حسابا عسير كالتاجر الذي يحسب فوائده وعوائده من تجارته التي اتجر بها. هل عادت بالنفع أم بالضرر؟ فكذلك الإنسان السائر إلى الله في خط الإيمان عليه أن يحاسب نفسه بأدق مما يفعله التاجر مع أمواله. في آية 16 من سورة لقمان يقول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. في آية أخرى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. محاسبة موجودة، مسألة المحاسبة مهمة جدا. أحد أسماء يوم القيامة يوم الحساب، يوم الحساب. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، عرض على الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبا ذر: يا أبا ذر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإنه أهون لحسابك غدا، وزن نفسك قبل أن توزن. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أحق للإنسان أن تكون له ساعة يشغله شاغل يحاسب فيها نفسه. عجيب، إنسان ربما مثلا يعطونا القرطاس والقلم ويقولون لنا اكتب على فلان فلان فلان، شنو رأيك بالنسبة إلى فلان؟ يكتب صفحة صفحتين ثلاثة أربعة. نعم، إذا يقال له خب اكتب عن نفسك. عن نفسي بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب ستر سترين ينتهي. ليش؟ هذا الأنانية، أنا أنا هو. نعم، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبا ذر، الإمام أمير المؤمنين، ما أحق للإنسان أن تكون له ساعة يشغله لا يشغله شاغل يحاسب فيها نفسه. شاغل شنو؟ سكر التلفون، انترنت، هاي الأمور كلها. ما عندنا وقت شيخنا، ما عندنا وقت، يعني كل عندنا وقت مثلا ساعات نجلس نتفرج على التلفون، نتفرج على الواتساب، شنو فايبر، شنو تسموه، ها أشياء ما شاء الله. بعد إذا يعني جربوا لما يعني تفتحون هذا السلولر مالتكم أو مثلا لابتوب أو مثلا آيباد، لا شوفوا الساعة
مثلا ساعة 10، بعد أن تسكر وشوف الساعة كم ساعة، أخبار أشياء أفلام أو عندهم وقت. أما مثلا دقيقة دقيقتين فكر، صباحا أنا خرجت من البيت إلى المساء دخلت في البيت شنو عملت، كلماتي تصرفاتي أعمالي، وتكتب على ورقة 5 دقائق 10 دقائق دقيقتين. بعد أسبوع بعد الشهر شوفوا هاي الدوسية الأعمال، نحن كتبنا مو يحاسب عليها، نحن نحاسب نحن مع الأنانية، مع الأنانية لا بأس نكتب نشوف ما شاء الله. ما أحق للإنسان أن تكون له ساعة، ساعة مو بمعنى يعني 60 دقيقة، ساعة يعني فببدأ مثلا دقيقة دقيقتين 5 دقائق. يحاسب فيها نفسه فينظر في ما اكتسب لها وعليها في ليلها ونهارها. هذا كلام أمير المؤمنين، مو كلام علماء العلم الأخلاق، علماء العلم الأخلاق أخذوا من كلام الأمير، أمير الكلام كلمات عن موسى بن جعفر عليه السلام: يا هشام أيها الشيعة، شيعة آل محمد، نحن نفرح الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. يا هشام ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. يا الله نحن ندعو، أنا أدعو كل مرة يقول اللهم اجعلنا من شيعة أمير المؤمنين. ليس منا يا هشام ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد منها، وإن عمل سيئة استغفر الله منها وتاب. لا أقل، باب التوبة مفتوحة، لا أقل نشوف الذنب نقول استغفر الله. إذا إنسان لا يكتب يتخيل أنه الحمد لله ما في، صلينا صمنا ما في ذنب الحمد لله، ولكن لما نكتب نشوف في اليوم في الأسبوع في الشهر ليس منا. والسر في ذلك، ليس منا سر والفلسفة والحكمة في محاسبة النفس، في كلام الإمام أنه تمنع الإنسان من السقوط في وادي الهلاك. فالعجب عند الإنسان دفاتر كثيرة للأمور المادية، يكتب هاي الواردات هاي المداخيل هاي المصاريف هاي كذا كذا كذا، دفاتر شهرية دفاتر سنوية دفاتر كذا في البنك في الشو، ولكن مو عنده دفتر محاسبة النفس، ولو دفتر صغيرة يعني بأوراق قليلة. وهذا الموضوع مهم جدا، بحيث العلماء كتبوا فيه كتبا عديدة، منهم السيد ابن طاووس الحلي أعلى الله مقامه الشريف، كتاب محاسبة النفس، عنده كتاب محاسبة النفس. المرحوم حاج ميرزا علي الحائري كتاب محاسبة النفس في إصلاح عمل اليوم والاعتذار من الأمس، هذا الكتاب. كتاب محاسبة النفس للسيد علي المرعشي، كتب كثيرة موجود. أما كيفية محاسبة النفس، أفضل الطريق، لذلك ما ورد أن إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكيس الكيسين من حاسب نفسه. فقالوا: يا أمير المؤمنين وكيف يحاسب الرجل نفسه، كيف نحاسب؟ هذا طريق. قال صلى الله عليه: إذا أصبح وأمسى
يعني أسبح شنو في البداية؟ الخطبة الأولى شنو كان؟ المشارطة. الخطبة الثانية المراقبة. الخطبة